الاعتراض وفي الاخر حصل كورنال مالتي جلوبال بروفيت. جالي يوم بفتح البيت لقيت الاي او ال قدامي بالمنظر ده على الريمنتس اوف ذا جلوب. طبعا ديس اي هتبين ليه بعد واحد بعد شهر ممكن يحصل سكند للجلوكوما لو في ديتك في المكان شامل يبقى مقفول الاي او ال تتحرك مكانها. ليه دي كمان ممكن من بعد شهر الى ما شاء الله، يعني امبارح جه لي ولد عامل له سنه 2004 جالس في الكورس ال ال كاترك بيقول لي انا بهزر مع اصحابي، كان عمره بتاع 13 سنه دلوقتي عمره بتاع 18 19 سنه، بيقول لي بهزر مع اصحابي مش هتلاقيهم بداخل في الحيطه، دخل في الحيطه لقى نظره اتغير، كنت عامل له كاترك بيقول لي راجل الناس كانوا جايين، ببص لقيت الاي او ال سبيس هبت بره قدام الايرس وهي اغلبها صعب السرطان ده بتخش فورا تشيل الاي او ال سبيس دي وتحط الاي او ال الثانيه لو هي اتكسرت او نتعجل مكانها ثاني لو هي لسه سليمه ومفيش بيت الثاني تخش برضه كانه عنده تروماتيك كاترك سبيس. ديلي انفكشن كرونيك بكتيريا انفلاماشن بتحصل ليه؟ ريت الانفكشن الاسنس بتاعها في الستريت فورورد كاترك سيرجن 0.01% ولما يحصل كومبليكيشن بتوصل ل 0.1%. ليه؟ لو حصل بيترس البيترس ده وظيفته ان هو يسبورت الريتنا الضعيفه اي انت ضعيفه لو في حته في الريتنا فيها ديجنريشن والبيترس ده اتحرك من مكانها ممكن تعمل ريتنا كتير يحصل ريتنا انفكشن. فلما البيترس تتحرك الانسنس اوبيتاشن اعلى من اللي بتحصل كل مكان. بي سي او او بي سي كانسر كلاسيفيكيشن از ذا كومنست كومبليكيشن او كاتاراكت سيرجري. ده منظر الكورنيا جنب الاوبريك عشان تعمل لها كاتاراكت بلاستيك، وده منظر اللي فعلا شفته امبارح بس كان العكس ان الهبت ده بره والانتراك الريسك نازل تحت النادي سبيس وسام تايمز تلاقيها كابتشر ان ذا ايريس. المنظر ده بنسميها اي او ال كابتشر. ده بكتيريا انفلاماتوري كرونيك. اخر النقطه اللي قبل الاخيره هنقولها في الدقيقه وقبل ما نعمل نتكلم عن الصوت الانترست اللي هي الاخر كتر. اخر كتر ان في لانس ماتر موجوده في الدقيق شامل. لكن الفلسفيكيشن للفلسفيكيشن تقول ان الفلسفيكيشن تقول تقول فما حدش يقول على الفلسفيكيشن تقول تقول ده لسه ست دقائق. نعم ماشي. طيب. الفلسفيكيشن تقول بتحصل نتيجه ان في ابيثيال سيلز زي ما قلنا موجوده على البوابه الكابسول تكريب ورا الار ال بتيجي قدام الفيجوال اكس يعني احس ان في ايه قدام كده ما يقدر يرجع. لا انا ما يقدر ما يرجعش بس الكابسول يا اما تكون سيلز بنسميها اكشن بير المنظر ده او تكون فايبروتيك المنظر ده وفي الحالتين بنفتحها بليزر اسمه رياكت ليزر عشان يدينا المنظر ده وتلاقي الكبسول تبقى مفتوحه والعين شايف ان السنه نورمال. لكن برضه في قلق منه لو في حته من الريتنا ضعيفه ممكن يحصل فيها ريتنا انفكشن او ريتنا اخر حاجه ان لو اللينس مش حركه من مكانها بنسميها ستوبي الاكتس اللي ممكن تكون كونجنتال لما تكون سبلكسيتد لو بارشال ديفكت ان ذا يوز زي ما قلنا امبارح او ديسلوكيتد لان انتيريور في الاكتيف شامبر او بوستيريور في الاكتيف شامبر او في البوستيريور سيجمنت واسباب كثيره ممكن تكون كونجنتال ممكن تكون اكواير الاكواير زي ما قلنا امبارح تروماتيك ممكن تكون اي انتروجينيك يعني والدكتور شغال يعمل يكون في بيزنس كامل. اسماء بس عندهم في الكتاب المرفان والهومس الكبيره والفيرمس الجامد اسماء بس عندهم في الكتاب مجرد انكم تعرفوها يمكن المرفان سندروم اشهرهم. تيجي سؤال في الشيخ في اليوم قبل الفيد الناس في المرفان سندروم اللي هو الوقت اللي فيه في مشكله في الكونكتيف تيشو مفيش كولاجين فايبر بتلاقي لونج تيبرنج هاند عنده اثر سيبر تيشو هاي اشتغل بتلاقي لينس ديسلوكيتد ابر تمبرال بتلاقي معاها ريتنا بروبلم بتلاقي الاجزاء اللي انت كبير وتلاقي هنا العيان ما بقاش عارف يشوف من فين من الفاجيك بارت ولا الايفيك بارت ولا الاكويد اللي فيها استجماتيزم عادي ما حدش ما بتعرفش تعمل له نظاره مايوبيك هاي مايوب ولا هاي هايبر مايوب لان الناس بتتكلم في الحاله طبعا ما لهاش حاجه غير انك تخش تحط كبسه اتنشن دي تشيل اللانس وتحط مكانها لانس ثانيه. ده الهومس النوريا و بتعالجها ازاي الاكتوبيا لانتس دي يا اما زي ما قلنا لو هي مش بعيده قوي بتعملوا نظارات كان مكتوب في الكتاب القديم انك تعملوا ياج ليزر لا طبعا غلط عمرك ما تقطع الجنود في ياج ليزر عشان تقطع الناس طبعا كان مش موجود والابروف تريتمنت اللي هو السيرجري ريموفال انك لو معاك كتف او لو معاش كتف وعين مش شايف كويس
بتاعت الناس في مكانها بتخش التنشن دي وتشيلها وتحط مكانها الناس تانية. بكده انا خلصت المحاضرة بتاعتي وبشكركم جدا على ان انتوا جيتوا الساعة 12 وسمعتوا المحاضرة.